إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فكتاب كان بلوغ المرام قيبت صنك أيام كجيرني عشر كيكو ويتمنات حديث كان لح بقول ست تحية التباطن أمرين إن شاء الله تعالى. وحان كجيرني سفر كي سؤال وحان مارتي عشر كهرية أن كخطينا أهيد أيهما أفضل في السفر سفر كما أفضل بدن الفطر أم الصيام إلا أفور إلا الصوم كأفضل بدن سفرك. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أجد قوة أنه أود بقول له يحوك على الصيام في السفر إن الصوم سفرك فهل علي جناح تشهد واحدا بي ما أحد حتى الصوم سفرك. قال عيسى صلى الله عليه وسلم هي رخصة ورخصة أو من الله على حق سك أحد إلى برسك سيء. فمن أخذ بها قف رخصة أسقاطه فحسن وناك بسوبي. ومن أحب أن يصوم قف كي جعل إنه صومنا فلا جناح عليه. برك الله وجه ما أصبر نجي صوم حي بحبي فحسن إيه فلا جناح عليه ما حفر قل حي ما حمر فحسن ما حي وناك بسوب بس أجر بكل هذا تنوع ما حي تنبتش هذا ما أهان أجر لكم اللي هيد لكن صنقات الأجر كيسوا هذا تسوى كوني يا لكن فعل فعلها أسوب بس أجر خاص لكم اللي هيد لكن كن كلاته أدوم ما أنتس أفري أسواق اللي هي أيها تنوع ناك يحسن حكل هذا هاي إن المالين تاس يا أد أفردين هذا الأسبوع اللي جوا واحد قل لي أنا يستأين مارتي سفرك ها إلا أفره وكفر بذيه لكن تم ما هتا سنتي وأصل في المتفق أن حمزة بن عمرو سأل محس سؤال مرك حمزة كان ها حمزة بن عمرو كثير السفر من سفر بدن بوها سوما وسفر بدنا سفر كل سؤال هاي كيف البدن مرك أيهما أفضل في السفر الفطر أم الصيام أريد أن أسفع لوك الأقاذ النسائي حسين جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وحسام برجل في ذل شجرة أسوأ قد هوستيس لبابينها يرش عليه الماء بيلقوا فرينها صلى الله رشينها أي سامر وقد هوستيس ياله فقال ما بال صاحبكم هذا ورق نكنا نحكوا دعي صاحبك نان قالوا يا رسول الله سائم قالوا حين النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس من البر هناك ما أهان يسمى فل أن تصوم في سفري يا سونك ما سفر أنك سنتي وعليكم تشين هاهات برخصة الله رخصة الله الله رخص لكم فاقبلوها أقبل هل تسبر علماء هذا الشيء معناه ليس ما أهان من سام قف كسومن في أبره متك الدين في عن أو كوناك بدن بمن لا يمسون معها الانساس ففي هذا ما تلع عن الفترة أفضل لكن حفظ بدن قف أفره لأن لما دي ما قف كان سومن السفر كي كان عن سومنين كان عن سومنين بقى إمام بدن أو تغوب بدن أو عبادة بدن أو سام بسام معها الانساس هو معي أجل كاسو كهل الله إنه أفره أيو مارد أمسكرين قال ابن تيمية ففي هذا كان ما دل وحنة السنه على ان الفطر افضل افرق انه فضل بدنيه او فضل زياده اما اهل بدن مارد ان متكو تنبه لها ما فانه اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لبدس امر كي تنبه لبدس امر كي تنبه اي احد انه فضل بدنيه قفك افرسون فإنه سام أولا في السفر وصوم جرنبه صلى الله عليه وسلم سفر ثم أفطر فيه هذا نوع أفر إذا كان الصوم في السفر أشق عليه من تأخيره حتى يقف كبركة إنه صوم سفر أقول لبضانته أو أقول لبيرته إنه هدوه تأمارك وقال له فتأخير أفطر قف حاجة البركة
شقق عميد قبضه أما بير كشقينها أما مشينا محوها وغا أو كلال يدب يرفاد كجرة أولك فسح قاته أو صفره وانا سنها يسوما قاسا أفضل بدن مركتا قاسا أفضل بدن إنه سوما انتو كسوما لها دب كان شقاده لكن هذه مرت سفر كدي بدنيا هاي جوجتان كي جوجت حافظة بحكوفة البدن إن مرت أكو أفرد لا إسمار لقى إسمار مرت تأخير كي أفضل البدن هذي نب مرت أوسن جرين قال عثمان وحير دليل خاص بهذه المسألة وحبيه في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة للنسوك أرنتان سفعه الغفير شمر تتبضن سوقات قوال عمريست وان السومن يهل نبي صلى الله عليه وسلم مركو تقو مكة او تقو للنسوك حد ام عمره لا يبدو بشيء قبله بحق ايه كهريس او سبنجر لما اركو الابت اقنقو هريك حرب كآت الابت اقنين واسيحانين هلوان دورانين ارنتاسي سنم هلسك الالي حتى انه لا ينيخ كما أرميه راحلته هشيسة إلا عند المسجد بساد هورتيس والصوصة على بساد هورتيس هشي وكو أرميناه للمبادرة إنه كنت بقضاء النسك فنقول وحالينا الإخواننا ولا عليهن الذين كواسوا يقدمون وإيمانها مكة لعمرة في رمضان أولى بكم وحائدين أولسا وأوفقوا للسنة سنادنا وافقسن أن تفطروا إلى أفردين ما دمتم هديات ستجدون كهلسين مشقة نبقى كلك الميسين فافطروا وأدوا المناسك بسهولة مركات ما تدوا خلال حرم كأت هذه مركات صنقاتك ومارت وكات تاهينها أمكات جوجينها إن مارت سناس تبغذيو أمارت سمارك وعد عمره يسدد صنق أفرس مصافر لها تاهي مركز حبيبي واصومن هي عاوي مركان قبو سدان مارد عمرسان هي حبيبي بافهم الارنتس يا اسمعوا شاس قدرتان قصر الصلاه صدقه صلاه القصر لفتيد وصدقه صحيح مسلم عن يعلى بن اميه قال حين قلت لعمر بن الخطاب حنكوير ايتي ليس عليكم جناح تشين لما اهاني ان تقصروا من الصلاه صلاتنا قصرسين ان خفتم حتى تكعب سقبتين إن يفتنكم إذن فتنايان إن سوبرران الذين كفروا كالذي إن خفتوا بسماه وحيين المركة وقد أمن الناس حتى نوضع كنا الله كبير وكان لنا فتنايان يسوم مجوته مركة آياتاس وخاص بحو أهد مياه قصر الكلية وحنا لقمرة معناك قالوا حيير عمر عجبتوا علي آياتاس مما عجبت منه وحاذوا علي آيان ليابة فسألت سؤالي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا حين صدقة دموية تصدق الله بها على قناة ويدكو صدقة يشتك فاقبلوا صدقته أقبل إلى صدقة يسمر لما يدكو صدقة يشتك أقبل وصلاة قصرية برقى مسافر كده تلنا بعد أكون مسافر كوياي متى يفتر المسافر حكوك بلاه يقفكو إنه أفره بالمسافر وياهن. هل كان ترميد بحكوس أروشتون كيسة للمسافر قفكو سفر كأه وحأوبنا أن يفتر إنه كأفره في بيته كوري كيسة أقل كيسة قبل أن يخرج إنه سكبحين ديار باتها إنه بحلي وسفر كأه بلودي سوما ها كوري كأفره ثلاث قصر يد كورا وليس له مبنى نقفك أن يقصر الصلاة صلاة قصرية حتى يخرج إلى أطرافه من جدار المدينة أو القرية دي مقالة تربية أتم بي أنتو كالعفو صلاة ما أقصر كرمك بركة أعضوات نيستي إنا سفرت مقالة أتكب حديد بركة صلاة قصر حكوب الأوانيس لكن أفرق حكوب الأوان هاي أعضو كوريك الجوين دا كبحين وهو قول واحد إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الراهوي مركز السؤال وش الترمذي عن محمد بن كعب الصحابي رفوعه أنه قال وحيل أجد وحويمد أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفر أصغر من سفره
وقد رحلت له راحلته سوى هشي لورري ولبس لبستي ثياب سفري سوى سفر سان اونقان ايغما اقونت وحا اونقانا ما انت سفريس كرك سوخيره يا كرفات سوكشو برفون سومر ساس اونقان سومرك يا وحي اهيد در وحا جيرته اي كمر جيرين سحره يا او بورله او لوغ ديديده والقف كنت قم قال أيو صدق كريدة هاي صدق كجرا هاي ما عند سفر هاي أيو كشنا هاي مر طريق أسكم مر هاي يا بالواحد ويدرك بحق الشري وطريق وكم مر لها سفر مر كنت أسود ديار وياه فتعب دعام راشين هالإيه كانوا يرفع كلا وعمني فقلت له حنكو إير مرك سنة سيدان مياه سنة ذو مرك نتقول لك أفرتيد دابحين قالوا حيل سنة ثم ركبوا مرك أساس يسفون مرك فوائد الحديث وحن كبرنا هنا مرك نقول يري يا رسول الله إن أجد قوة حبا ولا هي على الصيام في سفري إن الصوم مرك سفرك هل عليه جناح إن بعض الناس تتقوى بوضع هيا يظن وحي أم لنا هيا أن الترخيص رخصة لسية من أجل مشقة نبقى كلينا قصة لسنة وأنه إذا وجد القوة فلا رخصة وفتح حق لهم سخصون الأصل الحين أي موضح يقفك مر لكن يقول حيري فمن أخذ بها فحسن أفك قاتا أرنتاس وهناك فليس بلو بواجي معنى واجك معها إنه أفره لكن هتو قاتا وهناك وأجر بها لها إذا وجد في السوم أدنى مشاقة أفك هتو ماتي حتى وحير أرنبا وكالك المها يسفرك سنقلق سومي هاي فإننا نقول له وحنك لنا لا تصوم حصوم وللصوم لك مكروه الصوم لك مكروه بالوك حسنا حصومك فإذا تضررت حدد بات كاسو كارس فحرام عليك ويمرك حسنا روام حي وحبي رخصة حسن مرت مكروه لحرام انت سكو ستاقا هاي مرك الدجاج هو محمرك وحب يقفك مسافرك أها هل كاس المسافر كذب هتقفك أود أليه أحب أليه وحأوفي عن سانك إنه جبيه أفره هتي بحجر أدب هذا أكره كل مهينة وكرهية إنه صوم مرك هتي نبقى كنت هينة وحاران إنه صوم وفهم انتاس اكرت من اسمك الصوم الى الصوم مروح نغنيسا قفكي اسغا اسوك بحي وخيره يا بحي مرت وفي عن ان كل كوكو ايا لا ربا اسغو فلفل كرين هاي اما سلا ايمان هاي سيدي كرال كلين لها اله يا رسول كيس واخرا اسي مرت جوابتي مارت ولا غرها سوت أصامي سوت أفري سوت أدكدي سوت أدكن سوت مارت بشاجو آدي سوت بشاجو آدي واي بحاجة قف كسوال السؤال هاي مارك أفهم ديار وياها أنا غرها لكن تي مارت لا هذا هاي ما ها عمر هذا أما حاجك مارك قف أدكوا إنه بلعبه ترد بابا إنه سنة أي تهاي على أفير سن مارت عن نسي عبر نسي حنا هلو هاي سنة هاي ما علم أسكن السنة هاي ما هي حملة برق أفره أو الصومان هاي إذا سأهين هذا هذا الصومان السفرتي أما كتبت تهركي وراح كلالكي الغارها والسنة دي إنها عمري ستين هذا عمري سن كرين هذا مصارف بعدها أفر برق مصارف بعدها أفر إذا صوم ما كنت تكتت عمري دي والسنة إنها سنتت هذا مصارف السنة معها والله هو كم مرتي أثر مرنيس أحسن الفيرشة أي على جرها قفر إن ما رجع أصوبنا هيتعاد أصوبية إياه إخلاص نوع أي على جرها عشان كده محن قلنا هاي جواز بنين لو بني فطر إنه أفره الكبير قفك تعلوينا يا والمريض قفك جرنا إنا أفران جواز كده أي أركان عشر سلسة إن شاء الله وجزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبيه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك الله فيكم.
سؤال شو عبوا خفكي سامنا مسافر كأها أفرعي تظهر كذا هرت حكوا عن كره مامي مامي كون عن تظهر حكوا عن ميش كون عايم ميش بارضو منيس بفهمت يا وحبي حل دير هاي تدكي ينتدكي دعفة إيمانك أها إن أذيع أذكر استشوف شرائع الدير هاي برخاص بالله نغنيسا أذبو مركز مركز أفرنته وحمله واحد عبله هيد وما ترتى لا إيمان ميش والله تعالى على سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.